مرحبا. اليوم هالفيديو صراحة من أول ما عرفت أنا حامل اكتشفت أحلى هدية ممكن أقدمها لابني، وأتوقع هاي هتكون أحلى هدية أي أم بتحب تفكرها تهديها لأولادها. كرايو سيف عندهم بنك هون في الإمارات وبنك في سويسرا، تقدر تخزنوا فيه الخلايا الجذعية والحبل السري. شو فائدة هالخلايا الجذعية إنك تحافظي عليها؟ هتتجنبي كتير من الأمراض اللي هتصير ممكن تصيب يعني بعيد الشر البيبي بالمستقبل. أصلاً قدرت كرايو سيف من البنك المسيف عندهم هون بالإمارات يعالجوا حالتين، منها ثلاسيميا وفقر الدم الحاد. وبالأخص ليه اخترت كرايو سيف؟ لأنهم الشركة الوحيدة اللي بيخزنوا الحبل السري ودم الحبل السري والمشيمة. أروع شيء مع كرايو سيف لهلأ لاحظتها الخدمة، يعني أنا كتير كان عندي أسئلة وكل شوي أتصل حدا، يعني عجب ياخدوا الوقت إنه يشرحوا لكم كل التفاصيل.